هذا واي بروتين ايزوليت شركة فليبس. طبعا البروتين ثلاث انواع، الواي ايزوليت اللي هو هذا معزول، وكونسنتريت اللي هو مخلوط بين المعزول وبين، واللي هو الهايدرو هايزرو ايزوليت. هذول الثلاثه ذي اللي متى نحتاجهن؟ لما بشتري بروتين جينر لازم اشوف انواع البروتين اللي فيها رديه، حط لي بروتين فول الصويا ولا، فشيك على الثلاثة ذي. اذا كلهم من الايزوليت حلو، ثم اروح اشوف نوع السكر اللي حاطينه بالجينر، هم حط لي سكر نوع ردي ولا حط لي كارب نظيف تحت 6 جرام، هذا كذا ممتاز. الحين الايزوليت الناس اذا بغت تضخم دايم تزيد البروتين، بس يلاحظ انه ما زاد. ليش؟ لان هذا ناقص البوتاسيوم. البوتاسيوم هذا هو الناقل، هلا وغلا، هذا هو الناقل. هذا مثل اوبر، لما تسجل اوبر ما عندك سياره شو نقول لك؟ الخطه اللي دائما نسمع يقول اضرب وزنك ويطلع احتياجك من البروتين، واذا بغيت تضخم زيد البروتين، ولما يزيد البروتين ما يضخم. ليش؟ لان هذا ناقص، هذا مثل اوبر. لما تسجل في اوبر برنامج اوبر وكريم وما عندك سياره شو نقول لك؟ نقول له. فهذا هو الناقل. البوتاسيوم ربع سعراتك الحراريه، اذا ما في اكلك بوتاسيوم بتتحول الى دهون مخزنه. البوتاسيوم عنصر نادر، حاجة جسمك ما بين 3.5 إلى 4، يعني إلى 4000-3500. لما تسجل ما في تسال يعطيك احتياجك، فلما تغطي احتياجك مع الوجبات تنتقل المواد المغذية وتوصل الميتوكوندريا الخلية مصادر الطاقة. غير أنك لما تسوي تبي يعني تضخم، أو تبي تضخم تسوي يعني بالك نظيف كلين بالكينج، أنت هنية لازم تشغل، أنت قاطع الكارب طبعا في البالك، فاسف الكتنج، انت قاطع الكارب، فش تسوي؟ بس تسوي شعله. بعض الاطباء الريشيو او هل التغذيه يعني المعادله بين الصوديوم والبوتاسيوم، البوتاسيوم والمغنيسيوم نقيضين بس يشتغلون مع بعض. البحر الميت فيها الطفويه، الميه تكذب الغطاس، لا هناك اللي ما يسبح يسبح. ليش؟ لان البحر الميت مملوء مغنيسيوم، المغنيسيوم هو اللي ساعد على الطفوية، فالمغنيسيوم يشكل 2% من القشرة الأرضية، هو عنصر موجود كثير. لكن شلون أفعله؟ أفعله بالبوتاسيوم، هن يشتغل مع بعض دايم ويصير هذه العناصر النادرة شغالة. معروف الفرق، معروف أن المغنيسيوم والبوتاسيوم نقيضين لكن يشتغلون مع بعض، والكالسيوم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم نقيضين لكن يشتغلن مع بعض. أنت لما تسوي وجباتك صدور دجاج وعيش ومعتني بالميكرو والمايكرو وكل شيء ممتاز ومدخل ألياف، أهم شيء أنك تعتني بالناقل، الشيء اللي ينقل هذه اللي انت تعبت عليها المواد المغذية يوديها للخلية، يوديها لمصادر الطاقة، مخازن الطاقة، الميتوكندريا، المكان اللي يستهلكه الجسم. شلون أعرف حاجتي؟ سجل في ماي فنتسبال بيعطيك حاجتك من البوتاسيوم، شو يدخل كل منتجات البوتاسيوم هي متعلقة للقلب يخافون منه، كل الحبة اللي تلقاها فيها 99. في منتجين باي هيرب، واحد كان 3000 وقطعوه والحين في هذا اللي 1020. دخل حبة مع كل وجبة، أنا مثلا يكفيني مثل حبات منه إلى حبتين، فصرت شو أسوي؟ أجيب المنتج العادي اللي هو 99 وأجيب الثاني اللي فيه 1200، أغطي من الباقيات من 99 بحيث أني أغطي احتياجي من البوتاسيوم، وحاولني دائما أدخله مع الوجبات، مع الوجبات بحيث أنه يكون تنتقل المواد المغذية. الشيء يشيله النواقل هي 4 الأنسولين، ولما تكون أنت كتنج يكون ما عندك مصادر كارب. طبعا في فرق بين الكارب فرق بسيط بين الكربوهيدرات وبين الجليكوز، فيهم فرق بسيط نفس الشيء لكن فيهم فرق، ابحث عنه وبتعرف الفرق بين الكربوهيدرات والجليكوز. وبعدين لما تكون كتنج، لما تكون بالك كتنج بيكون عندك الجلوتين قليل، فبيكون جسمك انابوليك بناء، الجلوتين موجوده في البينز في الحبوب كلها. هي فرصه انك تدخل بوتاسيوم وتدخل الياف. طبعا العناصر الغذائيه دائما يتكلمون عن ثلاثه ويغفلون الرابع اللي هو الألياف، هم دائما يتكلموا عن بروتين وعن دهون وعن كربوهيدرات ويغفلون الألياف. عشان إذا ما كنت تأكل ألياف وتغفله، دخل في حياتك الصمغ العربي الهشاب. الصمغ نوعين، طلح وهشاب. الهشاب يدخل في البيبسي وصناعة تزل وصناعة الصمغ وصناعة، حتى أمريكا لما حجرت على السودان
ما حجرت على الصمغ. حاجة جسمك للبكتيريا النافعة باليوم كم؟ 25 جرام، يعني كل ملعقتين طعام مع كاس ماء باردة وحارة. كثر وجبة، ثلاث وجبات غطيت انت هنا ان شاء الله احتياجك وربايتك نافع، غير انك نظفت اتسلاك، غير انك تحصلت على البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة حاجتين، شيء يغذيها وشيء يزيدها. الصمغ يغذيها ويزيدها، البكتيريا النافعة مهمة. الطفل لما خرج من بطن أمه في طريق الخروج ما كان يعرف جهازه، ما يعرف جهازه هذا، ما يعرف هذا صديق أم عدو، فخذ بكتيريا أمه حطت على هذا صديق أو عدو. ففي مخين في الجسم، مخ في الرأس ومخ في المعدة، والدليل أنك بعد صار تكون جالس وماكل وبخير فجأة يتغير مودك. ليش؟ هذه البكتيريا النافعة كانت ضعيفة أو إنه، فشون نزيده؟ عن طريق الصمغ العربي، عن طريق الألياف، عن طريق الفايبر، عن طريق حاجة جسمك من البوتاسيوم. أعرف حاجة جسمك من قبل كل شيء. أطيار ما يفت نسبة، لكن أقل حاجة اللي هي 3.5، يعني 3500. حاجة جسمي من المغنيسيوم اللي هو 400. حاجة جسمي من حمض الفوليك 400. حاجة جسمي من الزنك. الزنك أقل شيء يقولون تدخل 50 في اليوم أو 100، الجسم ما يحتفظ به، حاجة يومية. حاجة جسمي من بي كومبلكس أو بي 12، بي كومبلكس عموما يحددها المشقة والتعب. حاجة جسمي من الماء، كل 20 كيلو جرام من جسمك تحتاج لتر ماء، ما دخلوا دفعة واحدة، دخلوا للدفعات الدرج حتى جسمي يستفيد منه. اعرف حاجة جسمك من الألياف، اعرف حاجة جسمك من البروتين، حاجة جسمك من النشويات، حاجة جسمك إذا أنت على اللو كارب أو السايكلين كارب أو على اللو كارب أو على الكيتو أو على الكارنيفور أو على البي اس ام اف أو على الداش أو على أيا كان برنامج، أعرف حاجة جسمك حتى تدرج. حاجة جسمك من الصوديوم، وخصوصا اللي الصوديوم طبعا الملح اللي بالبقالة، الصوديوم كلورايد هذا مثل الملك اللي بيدخل بالحالة، لكن ملح الهيمالايا، السي سولت، هذا متروس معادن وفيتامينات ومفيد. أما واحد يقول لك اقطع الصوديوم، هذا كلام غلط، هذا ناقل عصب. النواقل الأربعة، الأنسولين، الصوديوم، البوتاسيوم، وقالوا أن الناقل الرابع اللي هو الهيموجلوبين اللي هو مادة ثخن الدم أو يعني الحديد من الأخير، يعني لازم يكون الحديد، أنت مدخل احتياجك من الحديد. المهم في الأهم، حاجتك من الماء، حاجتك من البكتيريا النافعة، حاجتك من البروتين، هذا المهم. الباقي يجي بعده تحصيل حاصل تكميلي، هذه الأساسيات. ولا تقول لي الكارب مصدر طاقة أساسي، قل لي الكارب مصدر طاقة سريع. ما في الأحماض الأمينية الكاربية، في أمينو أسد، في سينشل أمينو أسد، في الأحماض الأمينية الأساسية المشبعة، هي من البروتين، ما هي من الدهون والبر، ما هي من الكارب. الكارب مصدر طاقة سريع. شلون؟ يعني البروتين يأخذ جسمك يتعب ويفككه، يبي ثلاث ساعات أربع ساعات، وغير إنه يرفع يعني طاقته الحرارية. لكن الكارب لا، يفكه بسرعة، بسرعة يفكه ويمتصه. ودائما انتبه من حركة إنك تأكل كاكاو وجلكسي قبل النادي، مصدر الكارب السريع ينخفض بسرعة، ممكن يسوي لك دوخة أو يسوي لك شيء. كل كارب مصدر طاقة، يعني الكارب انت قبل التمرين محتاج ناقلين، محتاج الدوباميل ومحتاج الكولونيل، الكولونيل عشان نطاقته عدل، هذه النواقل العصبيه الاثنين. لو كنت ماكل كارب يفرز هرمون السعاده السيتيرولين، فانت اذا بتاكل كارب بكره قبل التمرين بساعتين السيروتولين هذا حق السعاده، ذاك السيترولين، سيتيرولين، سيروتولين، يختلف بين الحرف. واحد المسؤول عن العروق، هذا اللي هو منطقة البيتاناليل والأرجينين، وهذا منطقة المسؤول عن إخراج العروق. بس هذاك الثاني حق السعادة، حق الناس اللي هو مو السيترولين، سيروتونين. غير انه هذا هرمون السعادة لما الناقل هذا يكون عندك على شكل تابل، يعني يخفف عليك الريسك والتعب من التمرين، فيشعرك بالراحة لما تأخذ بعد التمرين. طبعا التمرين حالة هدم وبناء في نفس الوقت، بس انت شلون توقف الهدم
وتخلي البناء شغال وهدم الدهون، انك تدخل احتياجك البروتين او تدخل بروتين سابلمنت بعد التمرين مباشره. طبعا المسؤول والامير عن كل هالعمليات كله هو الكبد. الكبد شلون نقويه؟ بعين الجملي، دهون صحيه، افوكادو، الاشياء اللي تصير عنه الريسك والماء. النوم لما يقولون في اللعبه اهتم بالنوم، لان الكبد طول النهار ينظف الجسم ويرتبه والكلى، في الليل هي تنظم نفسها وترتبه. إذا كنت منظم أكلك ومنظم احتياجك وفيه تغيير بسيط بحيث أنك تكسر الملل بس صرت ما تشتهي الأكل، هذه علامة أن الكبد عليه ريسك. فحاول تدخل الأشياء اللي هي تساعده وتقويه وتنظفه. أنا ما أقولك خاف، بس أقولك هذه علامات. الكبد يشيل الحمل، يصير كبد دهني، الكبد يعطي إشارات، الكلية ما تعطي إشارات. فدايم حافظ على دخولك على الماء، مشروب مغلي الشعير، مشروب البيرة، الأشياء الدهون الصحية، تدخل ماء الليمون الأسود سوبر فود، يعني تدخل الأشياء اللي تنفع جسمك. الكبد بالليل ينظف نفسه ويرتب وضعه. جالس التطور تطور بسيط، شيك على البوتاسيوم، شيك على المغنيسيوم، شيك على الصوديوم، وضروري الصوديوم. كل هذه مضبوطة، نظف القلب الثاني للرجل البروستاتا. لها طرق كثيرة للتنظيف. قلب الرجل الثاني البروستاتا، من أهم الأشياء تنظف اللي هي القرع والحب، وحب القرع اللي هو يطبخ مثل القهوة، يطحن ثم يطبخ ماء ويشرب، وأشياء كثيرة. احتياجك من الماء تمام. ما تشتهي الماء، ما تحب تشربه، في منكهات، في شيء ينكه الماء، تشتري على طعم توت، على طعم فراولة، زيرو كالوريز. الأخير الفرق بين البي سي اي والسينشل اي اي دبل اي، هذا كان ثلاث حماض، سولين وايسولين وفالين، هذا لا، تسعة الباقية، 22 حمض ناقصات تسعة ما يفرزها الجسم. فجاء السينشل كمل التسعة الناقصة اللي هو كرنجين يسمونه تقريبا. أما الفرق بين التاب للحبوب توتو 40,000، فرق بين الحين الموجودة اللي مع نكهات عصير، إن التاب ذاك كان مصدر حيواني وهن اثنين سالين وفايلين أظن، أو سولين وأيسولين. أما هذا من مصدر حيواني، مصدر حيواني، حتى الآن طلع بروتين من مصدر حيواني، حي بروتين لحم، فهو كذا أقوى. الحديد في منتج الآن بالصيدلية، حديد ويود وبي كومبلكس او بي 12 مع زنك، هذا زين. اما الحديد العادي حق المستشفى هذا صعب التعامل معه، هذا لازم تاخذ على بطن فاضي وتاخذ منه عصير برتقال اللي هو فيتامين سي عشان يحفزه على الامتصاص. فيتامين سي من العظماء الثلاثه اللي يحاربون الاكسده، يحاربون الاكسده واجد، بس الثلاثه العظماء فيتامين سي وفيتامين الف وفيتامين ها، هذول هم العظماء الكبار، هذول العودة، هذول الشيبان اللي يحاربون الأكسدة، اللي هم يطردون الخلية الحرة، خلية الأكسجين الحرة تقريبا. أما الخلطة السحرية أنا اليوم شفتها قبل شوي، شفتها على السناب، اللي هو اللي هو خل التفاح برو الني وملح الهملايا، وضاف لها حاجة ثالثة أظن عصير الليمون، هذه الخلطة السرية. شب أقول لك حاجة وانت شايفة، شوف الناس اللي يتكلمون عن الصحة والتغذية يتكلمون عن الحبة الكاملة رز حب كامل، مكرونة حب بنية، بس لما تجي أهل النادي ما يأكلون هذا، يأكلون عادي عيش أبيض، مكرونة بس مطبوخة بطريقة صحية يعني. ما ليش الأشياء البيض هذه قليل فيها الجلوتين، الجلوتين هذا خاصة فصيلة دم أو، هذا يعني من الأشياء اللي تحوسهم صحيح، فهم يسوون الطريقة هذه لأنه قليل بالجلوتين، ما في جلوتين، قليل قليل يعني، فيه مو ما فيه. وبعدين شالوا منه الثيامين، الحبة الكاملة عليها قشر فيها مادة اسمها الثيامين اللي هي الفائدة اللي ما تحت القشر، شالوها فجانا نشأ بطريقة ثانية، نشأ زايد لعاب في الأثم يساوي سكر، سمعتوها مني كم مرة. نعم الرياضة للصحة الرياضة ما تنزل وزنك إلا مع برنامج غذائي جناحين، بس هي صحيح للصحة، لو أنك تأكل كل الحوش وتتحرك ترى مو بتغير شكلك. والقاعدة الثانية أن العضلة عمية ما تعرف شايلة 50 أو 60، هي تحس باللود والرسك عليها تحس بالنيجاتيف والبوزيتيف،
بالحركة السلبية والحركة الإيجابية، فهي ما عارفة كم شايلة وزن. لو كانت اللعبة بكثرة الشيل والحط لكان البناية والحمالين هم أبطال اللعبة، أبطال العالم للعبة. لكن هذه اللعبة لعبة فوكس وبرشر وتكرار، وين أحطنا وين أوجه، وين أحط الضغط في أي مكان. ما هي لعبة أوزان في مرحلة من المراحل. أنت من جالس تلعب، أنت من جالس تلعب ليفتنج أو يعني أوزان، أنت جالس تلعب بدي بيلدر، لعبة جالس ترسم جسمك. كثير من الناس دخلوا النادي حتى يغيرون أجسامهم، ما هو داخل يحصل على قوة، هدفه الأول إنه غير جسمه بعدين تحصل على القوة. بس هذا لاعب القدم شو اسمه رونالدو، هو لما دخل هو دخل تحصل على قوة، ما يبي يتغير، تغير شكله بس حصل على القوة. لكن أنا قصدي في شيء بيطغى على شيء، فأنت خلي هدفك الأول وبيجي معه الهدف الثاني. أنت دخولك إنك تغير شكلك بتغير شكلك، بس لا يكون إنك تقول يعني بجمع الثنتين، لا. في واحد بيكون 95 في واحد منهم بيكون يعني 85%، هو واحد بيكون 25%، يعني لا. فدايم هدفك أكثر اللي دخل النادي يبون يغيرون أشكالهم ويرسمون أجسامهم، ما هدفهم قوة. أكيد إنها بتكون معك وتجي، لكن أنا قلت لك 25%. فحدد أهدافك، اجلس على حيلك وفكر بدنياك وعرف رفيزك من عدوك رجك، يعني حدد أهدافك، كن واقعيا، قم ودع عنك الرقاد.